أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر بدأت خطوات عملية لتحقيق هدف لم الشمل السوداني لمعالجة جذور الأزمة، وذلك باستضافة اجتماعات قوى الحرية والتغيير في القاهرة يومي 24 و25 من يوليو الماضي. وخلال مشاركته بالاجتماع الأول للآلية الوزارية لدول جوار السودان بالعاصمة تشادية إنجامينا، شدد شكري على أهمية إقناع طرفي النزاع بضرورة الوقوف الفوري للاقتتال، لافتا إلى أن الاجتماع لا يهدف لفرض حلول أو أوضاع على أي طرف.